أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو سؤال المسابقة، سؤال من شرح سورة البلد. سؤال من شرح سورة البلد. ما هو العمل الذي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وأظهر تواضعه؟ ما هو العمل الذي قام به الرسول مع أصحابه وأظهر تواضعه صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو سؤال المسابقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.